هادو الاخوان جاية ولاو يهربوا بالغاز سي تو سكو جو سي فما اخوان جاي فما ميليشيا جايت اي برشا سيناريو تاع النهضه تجي فهمني ويضربوا واحد هما يضربوا في الناس يضرب في الناس الثائره وجاي ضد مجلس عزيزي وضد النهضه واش عملوا يضربوا في النهضه شنو اللي عملوا اللي جاي شنو اللي عملوا يضربوا في الناس سايبه 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 مزعج ولا الشعب يا فهموا لي الشعب هذا الشعب هذا الشعب هذا الشعب كعبدين من لجان حماية الثورة يبربزوا بهم مش يعطوا شرعية مش يضربونا مش يضربونا سيبوهم هما اللي جاوا يضربوا وجاوا يحوزوا فينا احنا حوزوا فينا تحت العيون لكن شعب تونس وراجع رغم الغاز ورغم ان شاء الله يعطونا احنا راجعين الذلة على التأسيسي على الحكومة دور بربي الناس الكل بعض الخيمة باش نحميو خيمتنا انا هي الخيمة هاي الخيمة في التيست قالوا لهم وقتاش اول مرات خاصة تجيها وقتاش تجيها في البلاد
حكومي على تونس مشى. هذه الشعب اللي الشعب يحب شو على ولادنا ولادكم على التاريخ نحن على ولادكم المناسب قاعدين يحطوا فيها خلي نموتوا خلي نموتوا يا رب الصبر منك الشعب يا خوف يا رب الصبر منك الشعب يا خوف يا رب الصبر منك الشعب يا خوف يا رب الصبر منك الشعب اللي منع الوصول معناها وتجمر الناس هنا فتح المقابلة المجلس التأسيسي. احنا اليوم نعرفوا انه الحدث انه اليوم فما مواطنين غضبين على جريمة متاع اغتيال هابطين باش يمانيفستيو الغضب متاعهم قدام المجلس التأسيسي. هذه المعلومة اللي نورمال ما باش نلقاوه هون كان الناس اللي جاية تحتج على جريمة اغتيال البشعة. اللي صار انه فما مجموعة موالية ولا من انصار حركة النهضة معناها دخلت من الجهة الأخرى قدام عوان الأمن حتى عوان الأمن ممنعهم بتنسيق وبدأت الاستفزازات من الجهة الأخرى الأنصار حركتنا أكيد معناها باش تصير معناها ولينا ناس منا تعيط وناس ما غادي تعيط في وضعنا الناس اليوم جاية معناها الراجل اغتلوه الناس جاية باش تعيط وتواجه المجلس التأسيسي مش يواجهوا بعضهم. طبعا كل ما تصير السنة الأمن يتدخل بريسكو موب قوة بالبومب لكريبو وبالعنف معناها ما فماش تنسيق حتى بين وحدات الامن. واحد يقول لك اقعد واحد يقول لك امشي يضربك وغاز معناها امطروا الناس بالغاز المسيل للدموع. فما متظاهره فقدت وعي هزوها المستشفى شارل ديغول. فما متظاهرين الناس مسنين معناها اللي قاعدين يلاحقوا فيهم. معناها المشكله هنا انه مثلا وزاره الداخليه او عوان الامن او القيادات الموجوده هنا الامنيه تجي تقول راهو اليوم عندنا تعليمات بمنع التظاهر والتجمهر قدام المجلس التأسيسي، مش يخليوا الناس جايه بالالاف ثم يقمعوها بالطريقه هذه اللي معناها حاجه مفضوحه. الناس كل هنا شافت اللي فما تنسيق ما بين عوان الامن وبين المجموعات هذه اللي فيها من رابطه حمايه الثوره فيها من حركه النهضه فيها بعض المجموعات السلفيه اللي قاعده تدخل معناها هما معناها تحت انذارهم. ثم بعد ذلك مباشره يصير العنف معناها المفرط على الناس الكل. ما فهمناش معناها سألنا من لول كيفاش بيكون التعامل مع المسيرة اللي قاعدة تجي من الزلاج. اما توا سمعنا اللي قاعدين يفرقوا فيهم على مستوى الفامارس ومستوى بوشوشة مش خلينا المسيرة توصل قاعدين يفرقوا فيهم ومتظاهرين يلحقوا فيهم في الانهج زاد الفرعي. بتبيبس وبش خوفيات حاضرين الرياح بالحي واخفين غادينا والجيل والجيل الظاهر لنا برا وحضر وين الأمن اللي يعرف في العباد اللي هاد عمل هاد والعباد اللي شعب سكيك نكلمه وزاد ربما شو عمل الغاز عليه هناك مش نخاف منه عليه أنا وش معقول راني نبقى تونسي وراك حتى كي نموت راني عندي 10 ملايين تونسي وراي ماشي انا وحدي 10 ملايين تونسي فما رجال ونساء تونس 100% كسر
بوليسية متاع النهضة، بوليسية متاع عماد غضبان، بوليسية متاع عماد غضبان، بوليسية بزاي كثلاثة نجوم تاوجي الحساب يدي ميليشيات والله بالشوك الالكتريك وعنا برشا حالة ما فهمتني ناس مطيشة في الشوارع الغاز نوعية فهمتني قوية برشا فهمتني
ضربونا وضربوا النشط التوانسه انهم ياخذوا يساندونا وما خلوناش معزولين وحدنا على خاطر اليوم المواجهه بالمجد عنيفه وعنيفه جدا. نحن مشينا من غادي كهربين يجي ورانا المسيب المكلات قلنا برا وراهم قلنا ما عندك فلوس وما عندنا وين ماشي جايين من اخر الدنيا معناها بجوز باش نحضروا هنا باش نعتصموا تفاصيل مدرسه الليا هي. لا قلنا اوكي به برا مشيو انتوما بركة مشيو ارجعوا غادي وخرجوا خارجين معنا ما تعملوا شيء قعدنا قعدنا وهزينا الشعارات وحيينا العلم وكل شيء وكأن انتوا اسمعوا حملوني عضو هي الدارية في الاتحاد العام التونسي للشغل دونك كنت حاضر في السين الاخرانية ثم واحد من برمي المانيفستون خلطوا عليه البوليسية يجي ستة بوليسية يجري مقصوف طيحوه ودخ عليه بالبروتكان نشوف في كهرباء شكون بي ام ولا مرسيدس وقفت قدام اللاسين هبطوا منها زوج خيال مشاو يتجاراو فهمتي يشوفوا في الراجل كيفاش داخلين فيه بمتراك داروا لهم الامن كيف كيف توقوهم فكوا لهم لي بورتابل من البورتابل فهمتي شفروا بساقو طاح قدامنا وخنقوهم وداروا فيهم دونك انا حاضر باش نشهد فهمتني على اللسان هذه اللي شفتها واللي حقيقة أناها صدمتني وكهو كبير برشا مش عادي بكل هذا واحد من جمعية ريفورماتور البارح ريتو بشرح في بورقيبة يفرق في أوراق صغار بور انسيتي العباد الحقوق وواجباتهم مش ما يتلحوش في أمور بتاع عنف اليوم أنا ريتو كنت بعد كيوسك توتال اللي في باردو اللي هو هذا هوني شفتوا هما خرجوا الاولاد من بنيا ها تعرف اسمه لا جلو كوني دو فيو ريتو البارح يستفزوا فيه ديجا في شارع بورقيبه مش عجبتهم خدمته هو اليوم كان يصور في سان نتاع هما يضربوا في زوز اولاد في ضرب ماهوش عادي عنف كبير بالمشط اللي ما تراك على روسه وعلى فماته وقت اللي قعد هو يجوست يصور جاوا فكوا له البورتابل وبداوا يضربوا فيه كفخوا فيه وسبوا فيه كي شد صحيه في بورتابلوه شدوه فاش قال بعد هرب مسكين تلمقوا عليه الضرب طيحوه هذيك وين الكيوسك هذاك الكشك والضرب بالحق انورمال انورمال الضرب مش عادي حتى تعرف انا قلت له جون بورت واحد نشهد عيط لشاهد وتوا هزوه للسبيطار ديجا خاطر لون بروبليم عندنا بيقبل ساقيه راه راجل تاع زوز متر ويوزن 120 كيلو طايح اللوطه ياكل في ضرب تقريبا 8 ولا 10 يضربوا فيه فما شكون اللي خذا ماتريكول تاع الكاميونه اللي فيها العوان هذوما وهذايا ما يلزمش يقف هوني سورتو كونو السيد ريفورماتور وعاملين انجاجمون هما سمعتوا بوذني قال لهم عاملين انجاجمون مع النقابه نتاع الامن باش نراقبوا البوليسيه كيفاش يخدموا سور تيران على التجاوزات قال لهم ليكم وعليكم ما نجم يكون معاكم من ضدكم بور دير اللي نوع العنف هذايا مرفوض فهمتني ولو انه اسمه عنف الدوله لكن مرفوض لانه السيد هذايا بالحق انا ريته بعيني ما عمل شيء وقفت بايام باش يشوفوا واش فما ولا باش يصوروا كيف كيف تفشخوا فكر بورتابلواتهم تكسر بورتابلواتهم فريمون اللي ريته بالحق الماش شوكي انديبوندامون على شنو صاير توا الوضع في البلاد.